أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك عبد اللطيف عبد الله الحربي وأهل بيتك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا في الدنيا والآخرة. اللهم اطعم ما طعمنا واسقي ما سقانا. اللهم تقبل منهم. اللهم ارزقهم. اللهم احفظهم. اللهم اسألهم. اللهم اتهم الجنة الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ربنا تقبل منا.